استهدفنا 16 طفل، 11 عائدين وخمسة مقيمين. الغاية من التنويع هي الدمج بين الأطفال. أخذنا دروس نظري عن المسرح وفن المسرح والمسرحية والحوار والتمثيل. تعلمنا الموسيقى والمسرح والتمثيل والحوار بين اثنين أو أربعة أو ثلاثة. أنا اسمي ملاك وتعلمنا على الرسم ودمنا نحب الرسم حق. نقوم بإعداد معرض صغير ونستعرض لوحات الأطفال الأعزاء كناتج لهذه الدورة كي يعني يروا ماذا أنتجوا. تدربنا على كذا عمل يوصف معاناة الأطفال في ظل الحرب، وإن شاء الله راح نختم عملنا بعمل مسرحي يتكلم عن الطفولة.